الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم داخل مدرسة عبد الله الهوني للثانوية. الصفة؟ الصفة نائب مدير المدرسة. الاسم؟ يوسف سالم اللام. استاذ يوسف لبو، نعرف جاهزية المدرسة ومدرسيها لاستقبال العام الدراسي الجديد باعتبار انه يبدأ مع مطلع العام هذا اللي هو يوم 7/1/2012. مدى استعداد المدرسة، جاهزيتها من وسائل تعليمية، حضور مدرسين بالنسبة لجاهزية المدرسة إن شاء الله العام الجديد المدرسة جاهزة بكل إمكانياتها إن شاء الله، ما فيش نقص، ما فيش شيء، ما حدثش أي سرقة أو أي حاجة من المدرسة، قاعدة بكامل إمكانياتها. بالنسبة للمدرسين إن شاء الله مدرسين هذه المدرسة من المدرسين قديرين، قصدي حتى انت ان في بعض الطلبه طلبوا ملفاتهم على اساس الانتقال لمناطق اخرى يعني. نعم. بالنسبه للمدرسين يعني نتكلم على المدرسين اولا. المدرسين كلهم من نفس المنطقه كيف ما قلت لك. تمام، هذه ما فيها اشكاليه. ان شاء الله اساتذه المدرسه والمدرسه ما فيها اي اشكاليه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للطلبه في طلبه من خارج المنطقه وفي من خارج المنطقه قاعدين في المدرسه ما فيش مطلوبوش الانتقال، لكن في اخرين رجعوا لمناطقهم فانتقال ماشي. تمام، زي ما عرفت يا استاذ يوسف انت قلت ان المدرسه كانت مؤمنه من قبل مثلا ثوار المدينه وما حصلش فيها اي سرقات او عبث بالاثاث بتاعها ومحتوياتها ومعاملها والى اخره. نبغى نعرف حاجه ثانيه، تغيير المناهج دراسيه جاء بخصوص شيء، منهج جديد مطبوع او اشاره بكتاب او رساله من وزاره التعليم باي هذا الخصوص؟ بالنسبه للمناهج تعتبر مدرستنا مدرسه التخصصات اللي فيها الهندسيه الاساسيه للعلوم الاقتصاديه، طبعا هذه التخصصات علميه فما يوجدش فيها الادبيات يعني حاجات النظام السابق زي ما تقول، عندنا الوعي السياسي فقط هذا كان فيه موجود الماده هذه والعسكريه فالتغير هذين تم لغي. اما المواد الرياضيات الفيزياء هذه مواد ثابته بالنسبه لل زي ما نعرف احنا استاذ يوسف، لكن فيه دقيقه بس معلش، فيه بعض المواد في الاقتصاديه هي ماده واحده بس اللي هي القانون المدني، هذا يمكن فيه بعض المواضيع تتعلق بالنظام السابق يمكن تعديل فيه. زي ما نعرف مدرسه ثانويه عبد الله الهوني هي ممكن من ثاني مدرسه على مستوى ليبيا من ايام النظام السابق بعد ظهور نظام الثكنات، هي ثكن. كانت ثكنات ثكنه عبد الله الهوني وممكن علي الوريث وطرابلس هي اللي قاعده ثكنه يعني، وهذا انت ما نعرفش هل عندك عليه خلفيه الكلام هذا ولا قاعد ملغي ولا لا؟ هو هي كانت ثكنه في السابق ايام كانت هون الثانويه، لكن بعدها تغيرت ظلت مدرسه عبد الله الهوني الثانويه وظلت فيها جزء من الماده العسكريه قصدي الطلبه ما يلبسوش عسكري ولا، لكن قاعده فيها جانب باهي. تاملاتك في وتطلعاتك للعام الدراسي الجديد واستقبال عام ميلادي جديد وبعد زوال الطاغيه وتحرير كامل التراب الليبي، ما صورة التعليم؟ ان شاء الله يكون خير ان شاء الله باذن الله. انا عندي
أمل يكون أفضل إن شاء الله بإذن الله المستقبل لأولادنا وأبنائنا بإذن الله إن شاء الله. نصيحتك أستاذ يوسف لطلبتك وجميع طلبة ليبيا، طلبتك كمدرستك وجميع مدارسك، كل الطلاب بأن المدارس مدارسهم والأجهزة والأدوات اللي في وسطها والمقاعد والمحتويات اللي فيها ملكهم هما وآبائهم وأبنائهم اللي بيجون بعده، فما يعبثوش فيهم، ما يكسروش، ما يخنبوش، ما السرقات البسيطة هذه تأثر. فبدل ما نمشي نجيب آلة من المدرسة الأخرى نلقاها عندي أنا. فنصيحتي تطلب شيء من الحكومة أو وزارة التعليم تحديدا يعني بدعم المستوى التعليمي، رفع ان شاء الله ويسررنا في المناهج التعليميه الكتب المدرسيه، باعتبار انا سالت المختص بالتعليم قال الكتب اللي تو ما وصلتش مكتب هون للتعليم، ايه مازال ما جاش. فالكتب من اهم الحاجات بالنسبه للدراسه، يعني ما جتش لهون ولا ما جتش في ليبيا اصلا؟ لا جت لي، يقال من جنوب ليبيا، لكن هون ما جاش انا شيء من ناحيه الكتب. نستمروا بالدراسه المدرسين والمنهج العلمي السابق على نفس البرنامج ان شاء الله، لين تجينا الرسائل وتجينا ان شاء الله. تبارك الله. شكرا يا استاذ يوسف.